مشاهدينا الكرام، تواصل مؤسسة بكرة لينا فعاليات مبادرتها شباب ضد الغلاء في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال طرح عدد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وينضم إلي الآن شبكة مراسلين، وأبدأ بأحمد فرج الموجود في الشرابية، معي أيضا عمر نور الدين في مصر القديمة، وسالي سالم من المعادي. أهلا بكم جميعا، وكما أسلفت سأبدأ مع أحمد فرج من الشرابية، إليك الكلمة والوصف. كل عام وانت بخير ومصر كلها بخير وسلام وامان، ونحن على بعد ساعات قليله فقط من اعياد الميلاد المجيد ترك. فيما يخص يعني مبادره شباب ضد الغلاء، هي منبثقه من مؤسسه بكره لينا مصر اولا واخيرا، وهي التي تستهدف توفير كافه يعني المستلزمات الغذائيه ولكنها باسعار مخفضه في هذه الاثناء، كما تظهر يعني خلفي السياره التي يوجد بها عدد من المنتجات الغذائيه، وتحديدا نتحدث عن اللحوم والدواجن والأسماك، وخاصة مع اقتراب أعياد الميلاد المجيد بيكون الإقبال عليها كثيف للغاية بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، قد تصل إلى 30% تخفيضا عن الأسعار يعني أسعار المنتجات في الخارج. بنتحدث عن أنه في عدد من المناطق المختلفة بتوجد هذه السيارات التي تقوم بتوفير هذه السلع والخدمات للمواطنين في عدد من الأحياء التي تستهدفها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين. نتحدث عن الشرابية، ونتحدث عن الأزبكية، ونتحدث عن الزاوية الحمراء، ونتحدث عن أصدقائي وزملائنا المتواجدين في عدد من المناطق المختلفة في محافظات الجمهورية، سواء محافظة القاهرة أو محافظة الجيزة. وبالفعل الإقبال قد يكون كثيفا مع نجاح هذه التجربة في المرة الأولى، ونتحدث عن عدد من الجمع الماضية التي شهدت إقبالا كثيفا. المبادرة هذه تعمل منذ 3 أشهر، بالفعل نجحت المبادرة في تقليل يعني أسعار الخضروات والفواكه والبقوليات بعد بيعها بأسعار مخفضة، واضطر التجار الى يعني تنزيل الاسعار فيما يتناسب مع اسعارها التي تباع في هذه المبادره. في اللحوم ايضا نتحدث عن انه التخفيض يصل الى حوالي 30 او 40 او مقارنه بالاسواق الخارجيه. الاقبال قد يكون كثيف، ولكن نظرا للظروف الجويه الصعبه التي تحول دون نزول المواطن للشراء، ولكن الاقبال كثيف، وبالفعل الجميع يثمن على هذا الدور المبذول من قبل المؤسسة، وذلك لتوفير كافة المستلزمات يعني الغذائية. لا نتحدث فقط عن المستلزمات الغذائية، ولكن نتحدث عن قوافل طبية أيضا سوف يتم في جميع المحافظات وفي مختلف المحافظات، وهناك جهد تدريبي وتسويقي أيضا خاص بمؤسسة بكرة لينا مصر أولا وأخيرا. طيب، شكرا جزيلا لك أحمد، أرجو فقط أن تبقى معي، وسأذهب رأسا إلى المعادي حيث سالي سالم من هناك. سالي إليك الكلمة. سالي، هل يصلك صوتي؟ نعم محمد، أسمعك الآن. يعني بالفعل متواجدون في منطقة المعادي كما تعودنا من مبادرة شباب ضد الغلاء، والتي أطلقتها مؤسسة بكرة لينا منذ نوفمبر الماضي. هذه المبادرة التي تقوم بتوفير السلع الاستهلاكية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار تنخفض كثيرا عن غيرها من الأسواق. يعني استراتيجية هذه المبادرة هو تقليل المراحل التي تقوم السلعة بالانتقال من خلالها، لتقوم هذه المبادرة بشراء هذه السلع من المنافذ مباشرة، لتقوم بتقديمها من خلال تواجدها في المناطق المختلفة، لتقوم المواطنين بشراء هذه السلع مباشرة. نحن الآن في منطقة المعادي، 20 منطقة يتواجد بها هذه المبادرة في أحياء القاهرة والجيزة، يقومون بتوفير الخضر والفاكهة وغيرها من السلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها المواطن. منطقة المعادي هي أحد هذه المناطق، ومعي على الهواء مباشرة مصطفى عزقلان، وهو هو منسق المجالس المحليه والنيابيه بالمؤسسه. انا برحب بيك في البدايه. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتونا. يعني منطقه المعادي مختلفه عن غيرها من المناطق، يعني استراتيجيه اختيار المنطقه وايضا توفير هذه السلع بالاسعار المنخفضه كثيرا والاقبال الذي نراه من المواطنين الان.
منطقة المعادي معروف انها منطقة راقية الى حد ما، فالاسعار فيها مرتفعة بحد كبير عن اي اسواق تانية. فاحنا نفذنا المبادرة النهاردة عشان ننزل بالاسعار، وفي تجار كتير قوي حبوا يشتركوا معانا وينزلوا اسعارهم هم كمان زي المعلم مختار اللي احنا قاعدين جنبه النهاردة. إقبال الناس هو أحد البوادر يعني الناجحة لهذه المبادرة، يعني هل ترون أنه من المفترض أن يتم زيادة عدد السلع أو السلع التي تقوم بتقديمها إلى المواطنين، أم ستقتصر على الخضر والفاكهة والسلع المختلفة كالزيت والسكر وغيره؟ والله إحنا كل اللي نقدر نجيبه نخفف بيه عبء على المواطن هنقدر نعمله، مش شرط بس يكون خضر وفاكهة. في عربية لحوم جاية كمان نص ساعة إن شاء الله، كانت في التبين خلصت ونازلة على المعادي، قدامها تلت ساعة تكون في المعادي إن شاء الله، هكمل بقية اليوم في المعادي. يعني نسمع منذ بداية هذه المبادرة أنه سيكون هناك منافذ ثابتة لهذه المبادرة في المناطق المختلفة، ماذا عن بدء الفعل في هذه المناطق؟ حاليا المؤسسة على مستوى محافظة القاهرة بتنسق مع المحافظ إن احنا نعمل حاجات ثابتة في المعادي وفي غير المعادي، كل الأقسام بتاعة المحافظة هنعمل أماكن منافذ بيع ثابتة بترخيص من الحي، عشان يبقى يعني البيع يبقى كل مثلا كل يومين كل ثلاث ايام، لان احنا بننزل كل اسبوع، الناس محتاجه ان المبادره دي موجوده كل يوم. انت شايف الاقبال عامل ازاي والاسعار فرق كبير عن بره. بشكرك شكرا جدا. تحت امرك يا استاذ. يعني محمد اقبال كبير من قبل المواطنين، وهذا ما يؤكد نجاح هذه المبادره. يمكن راينا اسعار تنخفض كثيرا، يعني يمكن النص في بعض الاسعار، وايضا يوم الجمعه هو اليوم المخصص لهذه المبادره، وايضا الايام الاخرى هي مخصصه للمحافظات المختلفه، 20 منطقه يتم التنقل من خلالها البساتين والمعصره والمعادي وغيرها من المناطق التي تتواجد بها هذه المبادره. الان اعود اليك مره اخرى في الاستوديو. شكرا لك سالي، وأذهب فورا إلى عمر نور الدين من مصر القديمة. أهلا بك يا عمر، إليك الكلمة ومعك دقيقتان تبقتا في هذه التغطية. نعم محمد، يعني لعلي الآن في منطقة اسطبل عنتر بمصر القديمة، هنا تواجدت السيارة التي حمولتها نحو ربع طن بمنتجات زراعية وغذائية مختلفة. هنا تحديدا لم تتواجد الخضر والفاكهة، لكن مختلف السلع، نتحدث عن دواجن، لحوم، أرز، يعني مختلف السلع الغذائية، لكن تحديدا ما هي السلع و ما هامش الربح ولماذا؟ سريعا اتعرف على ذلك من استاذ محمد عمار وهو منسق حمله القاهره. استاذ محمد، وليس لدي الكثير من الوقت، عايز اعرف تحديدا انتم موجودين في كم منطقه النهارده؟ تقريبا 20 منطقه كما فهمت، لكن تحط لي كم منطقه، هامش الربح قد ايه، بتشتغلوا فيه ازاي، وايه السلع الموجوده في مختلف المناطق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا موجودين النهارده في 20 منطقه في القاهره، وفي ثلاث مناطق على ما اعتقد في محافظه القليوبيه، واحنا هامش ربح يتفاوت من 1 لـ 2%. الهامش ده مجرد بس عمليه تكلفه النقل والانتقالات، لكن الهدف الاساسي ان احنا عايزين نوصل رساله لموضوع التجار، فرق الاسعار. المناطق عندنا في الاربع قطاعات بتوع القاهره، شمال شرق جنوب غرب، موجودين بدايه من التبين من جنوب القاهره ومرورا بمايو والمعصره والمعادي والبساتين ودار السلام وطرق والمقطم والدراسة والدرب الأحمر والجمالية والشرابية، وحاليا احنا في مصر القديمة في منطقة قصر النبي، شياخة من احدى الشيخات، واحنا بنستهدف الشيخات الاكثر احتياجا لموضوع شباب ضد الغلاء يعني ان شاء الله. اخيرا، انا افهم انه معظم العاملين هنا شباب، وبالتالي هم يعني مسألة الهامش ربح الضئيل ده حتى تكتمل دورة رأس المال وتقدروا تبيعوا تاني في مناطق اخرى، والعربيات اللي موجودة هنا بتروح مناطق اخرى عشان في يعني قصور، ما فيش عدد كافي للمناطق اللي انتوا عايزين تزوروها، مظبوط كده؟ هو حضرتك فعلا هو شباب بس اللي موجود، هو شباب متطوع من الحي، لان هو خدوم للحي بتاعه وبيحب البلد، فهو متطوع وهو قرر انه يتطوع ويخدم البلد عن طريق كل واحد في الحي بتاعه. وموضوع ان احنا السيارات بتتحرك من مكان لمكان، لان احنا عندنا طبعا الحمد لله النهارده 20 حي في وقت واحد، ففي قصور في بعض السيارات طبعا لظروف الجو اللي حصل، وطبعا موضوع الثلاجات واللحوم اللي خرجت من المناطق اللي جت منها. فالحمد لله احنا ابتدينا نعمل المفاجاه ديت، ان احنا كل ساعتين بنبقى موجودين في حي من الاحياء يعني.
اشكرك شكرا جزيلا على هذا هذه التفاصيل، ونتابع مجهود مع حضراتكم. شكرا جزيلا استاذ محمد. اخيرا محمد، هذا هو الاسبوع الثامن على التوالي، ولعل هذه المبادره مستمره. هذه المؤسسه كما اسلف زميل فرج لها ثلاث محاور: محور المشاركه المجتمعيه، وهذه المبادره الشباب ضد الغلاء تاتي في اطارها، محور التدريب وقبله التثقيف ياتي ايضا وتستمر فيه المؤسسه، مؤسسه بكره لينا، في مقراتها السبع في مختلف المحافظات ومقرها الرئيسي في القاهره. محمد، شكرا لك عمر نور الدين، شكرا كذلك احمد فرج، شكرا لك سالي سالم، شكرا لكم جميعا شبكه مراسلينا.